الأمريكية. من أجل سلامتكم وراحتكم تقتضي قوانين الهيئة العامة للطيران المدني التقيد بالإشارات المضاءة واللافتات الملصقة واتباع توجيهات الملاحين والانتباه لعد تعليمات السلامة التالية. يوجد تأكد من وضع الأمتعة اليدوية في الأدراج العلوية وإغلاقها بإحكام مع اتخاذ الحيطة والحذر عند فتح الأدراج العلوية تفادياً لسقوط الأمتعة ووضع المتعلقات الشخصية الصغيرة تحت المقعد الذي أمامكم. يمنع وضع الحقائب في الممرات أو